تالت نوع من اللوبس وهو الدو وايل لوب. في الدو وايل لوب هو زيه برضو زي الفور لوب وزي الوايل لوب، وبيشتغل بنفس الطريقة بالظبط مع اختلاف بسيط جدا جدا جدا، ومش هتكون هي احسن حل في كل الحالات. بس خليني كده اقول لك لايف اكزامبل عليها سريع. لعبة صابوي مثلا على الموبايلات، لو حد مش عارف اللعبة دي، هي بيكون فيها كاركتر كده بيجري في محطة قطر وبيقعد يتنطط ما بين القطر والتاني. فالفكرة كلها ان انت اول ما اللعبة بتيجي تبتدي، او حتى مش شرط اللعبة دي، لو لعبة تانية، بتلاقي مرة واحدة مثلا الكاركتر اول ما تدوس ستارت قام نط لوحده، فانت ما قلتلوش ينط، فهو نط نطة كده. وبعد كده لما انت بتسواب بصباعك كده في السكرين اللي فوق، فهو يبدأ ايه ينط تاني. فدي كده الدو وايل لوب، ان هي بتعمل حاجه وبعد كده تتشيك على الكونديشن هو كان صح ولا غلط. فمثلا لو جينا بصينا عليها ككود، خلينا نكتبها الاول بالطريقه العاديه. فادي هنا انت اكس ايكوال 1، فانت هنا تقول له دو يعني اعمل انك تطبع لي الفاليو بتاعت الاكس، وبعد كده تزود لي الفاليو. وبتيجي هنا بعد الدو دي هنا تقول له ايه وايل، وتدي له بقى الكونديشن ان اكس سمولر ذان اور ايكوال 10، وهنا في سيمي كولون. فلو جيت بصيت هتلاقي هنا ايه ان هو قام كاتب لك ان انت الاكس دلوقتي ب1، مفيش مشكله. فهنا بيقول له دو اطبع لي الاكس، فهيطبع له كام؟ 1. وبعد كده زود لي الاكس، فالاكس حاليا ب2، ويبدا يتشيك هل فعلا الاثنين دي اصغر من او بتساوي 10. اه ترو، فيطلع فين؟ تدو تاني. فلو جيت عملت لها رن هتشتغل نفس الشغل بالظبط. طب فين بقى الفرق، او هي ليه هتكون وحشه ساعات؟ عشان خاطر ان انت دلوقتي لو انا عايز اطبع حاجه على حسب اليوزر، مثلا لو كتب لي رقم زيرو ما يطبعليش حاجه كافتراض. فلو جينا مثلا عملت كده اكزامبل سريع، قلت له ان حاليا الاكس ب1 كويس، او خليها الاكس بزيرو. احنا قلنا ان اليوزر ما ينفعش يكتب زيرو، فلو افترضنا ان ده اليوزر اللي كتبه زيرو، فدلوقتي اللي حصل ايه؟ ان هو الاكس بزيرو، فلو قلت له دو اطبع لي الاكس، فهو هيروح يطبع لي على طول زيرو، رغم ان ده ما كانش المفروض يحصل، وهيروح بعد كده يزود الاكس يخليها ب1، وبعد كده يبدا يتشك هي الاكس مش بتساوي زيرو فترو، فهيبدا ايه؟ يكسكيوت تاني. فهو كده زي ما انت شايف هو بدأ يطلع لك ريزلت انت اصلا مش عايزها. فدي عيب شويه، حاجه عيب في الدو وايل، عشان كده هي مش احسن استخدام. فانت بالنسبه لك شوف انهي اسهل ما بين الفور والوايل. انت كده عرفت الاثنين واستخدامه، وعرفت كمان الدو وايل لو شايفها كويسه بالنسبه لك وهتعرف تهندل حته انها ما تطلعلكش ريزلتس غلط، فمفيش مشكله انك تستخدمها. لو لسه ما وصلتش ليك فكرة الدو وايل، ففي كوميك لذيذ كده كان برضو من التيم بتاع الجافا بريك. فهو هنا بيعمل ايه؟ هو بكل بساطة في عندنا الكايوتي وفي الرود رانر، ده كان بيجي على سبيس تون زمان. فهنا الرود رانر كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل هنا بيتشيك، او بيعمل وايل نوت ايدج، يعني بيتشيك ان اللي تحتيه ده مش الايدج. لو مش الايدج او مش الحافة دي، فيبدأ ايه يكسكيوت ران. عشان كده كان دايما بيجري ويجي يقف هنا ايه دايما قبل الحافه. لكن الكايوتي كان بيعمل دو ران وبعد كده يتشيك هو اللي تحديدا ايدج ولا لا، فعشان كده كان دايما ايه بيقع.